أكد السوداني أن أمام الحكومة معارك لا تقل أهمية عن المعركة ضد الإرهاب، وهي الحرب ضد الفساد، واصفا إياه بالداء الذي مكن الإرهاب وأعاق عجلة التطور. عجلة علينا أن لا ننسى أن أمامنا معارك لا تقل أهمية عن معركتنا ضد التكفير، وهي الحرب ضد الفساد. هذا الداء الذي مكن الإرهاب وأعاق عجلة التطور الاقتصادي والخدمات والعمراني، وهو أحد أهم الأسباب والعوامل التي تدفع العراقيين إلى ترك وطنهم، بلد الخيرات ومهد الحضارات وموطن أجدادهم، بحثاً عن حياة أفضل في بلدان أخرى.